تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، يسرنا دعوة الجمهور الكريم لحضور الحفل الختامي من برنامج شاعر المعنى 4 في تمام الساعة 8 مساء يوم الأحد القادم 19 من الشهر الرابع من عام 1436 للهجرة، الموافق 8 من الشهر الثاني من عام 2015 للميلاد، وذلك على مسرح مركز الملك خالد الحضاري في بريدة، لتتويج الفرسان الثلاثة أصحاب المراكز الأولى من الشعراء الستة المتأهلين سامي الجعيد، نايف الثبيتي، إبجاد السناني، فهد القوانة، فايح العالي، عبد الغني السفياني، وتسليم سيف المعنى لحامل لقب شاعر المعنى 4، بالإضافة إلى تتويج الفائز بلقب نجم الفلكلور من المنشدين الثلاثة فهد القرني، فهد الهويملي، عبد الرحمن الحربي، وتتويج الفائز بمسابقة الدليل السياحي وتكريم رعاة البرنامج والجهات الداعمة.